ايه انت مش شايف قدامك ولا ايه؟ بس انا مش عايز اسمع في ايه؟ في ايه؟ يلا اتحرك قدامي امشي يلا توديني فين؟ سيبك امشي كده الكلمة فين؟ سيبك كده خش انتوا مين وعايزين مني ايه؟ تقدر تقول علينا معانا اذن ضبط واحضار من عزرائيل. الحكايه دي اندفع لكم فيها كام؟ 50 باكو قبل التنفيذ و50 باكو بعد التنفيذ. 200 انا هديكم 200 الف وتسيبوني. حلاوتك يا امور يا حلاوتك لا ياض ده انت طلعت لماح ما انتش فلاح بتقول كام ياض؟ 200 الف جنيه بالتمام والكمال على راي المثل يا روح ما بعدك روح. لا معلم العرض كده مستساغ واحلى قوي واذا كان بالنسبه على الزبون اللي بالي بالك فاحنا ممكن نديله الرفاص لانه اساسا من جوه متسخ ومستعفن. ماشي عشان خاطر دراعات اليمين والشمال هفكك فكوا يلا بور راح على امور ده باشا اعملوا كده مع العلم الديليكا برضو الناس العسل مش 200 ألف وبس ده انا هنغنغكوا اخر نغنغه بس الاول عايز اعرف هو مين عليا عايز اعرف هو مين انا اعرفك هو مين اسمه ادم كنت عارف انه هو الخسيس ده بقول لك انا عايزكم تتقلبوا عليه زي ما كان عايز يقلبكم عليا مصلحتي ايه ربع مليون مثلا انهار فكه ده ادهم ده طلع متسخ متسخ ومستعفن لا ده كده حلاوه بس ما غيبش عن عينكم لحظه واحده وتبلغوني اول باول قلت ايه قلت اتفقنا